قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن الشروط التي وضعها تنظيم الدولة الإسلامية للإفراج عن رهينة ياباني يحتجزه زادت الموقف صعوبة. وكان التنظيم الذي زعم أنه أعدم رهينة آخر يوم السبت قد طلب بالإفراج عن عراقية محتجزة في السجون الأردنية مقابل إطلاق سراح الصحفي الياباني كينجي غوتو. يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني. أيا كان الإجراء الذي سيتخذ سيكون صعبا للغاية. هذا تنظيم إجرامي ولا نعرف ماذا يريد. لقد ارتكب بالفعل عملا من أعمال الإرهاب. لذا يمكننا فقط أن نسأل الحكومة الأردنية والدول المعنية الأخرى للتعاون من أجل الإفراج الفوري عن الرهينة الياباني. من ناحيته رفض المبعوث الياباني في الأردن ووزير الدولة للشؤون الخارجية ياسوهيدي ناكاياما الإدلاء بأية تفاصيل حول المفاوضات مع الحكومة الأردنية، لكنه قال إن مهمته مستمرة. ويدير ناكاياما الأزمة الراهنة من الأردن، حيث شكل رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي الأسبوع الماضي مكتبا لتنسيق رد الحكومة على الأزمة. وفي فيديو بث على موقع يوتيوب السبت قبل حذفه أذيع تسجيل صوتي لغوتو يقول إن زميله هارونا يوكاوا ذبح في أرض الخلافة الإسلامية، لكن أضاف أنه يمكن إنقاذ حياته بالإفراج عن ساجد الرشاوي العراقي المحتجز في الأردن. على جانب آخر قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 21 ضربة جوية في سوريا و13 في العراق خلال 24 ساعة المنصرمة. وقالت قوة المهام المشتركة في بيان إن 17 ضربة جوية في سوريا استهدفت منذ يوم الأحد مدينة كوباني الواقع على الحدود مع تركيا. ويتفق هذا مع ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الكردية السورية المدعومة من الغارات الجوية للتحالف اقتربت من استعادة السيطرة على كوباني بالكامل من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. رحاب علاء، رويترز.